يعني هلأ هاي الفقرة تحديدا رح نحكي فيها عن موضوع عم بتكرر الحديث فيه حقيقة كثيرا، وبجوز بنصير بننتبه له أكثر بفترة العيد لأنه بنستخدمه كثير بفترة العيد. إحنا بنستخدم قاعدين بعصرنا الحالي وسائل التواصل الاجتماعي لحتى نعايد على بعض. هل هذا إيجابي؟ هذه الظاهرة لماذا نتحدث عنها كثيرا؟ كل هذا سنتعرف على تفاصيله من وجهة نظر تربوي وخبير في شؤون الأسرة الأستاذ خليل زيود. صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير. صباح الورد، الله يسعدك. أهلا. كل عام أنت بخير. صباح الرضا، أنا بحب دائما لما بتقول صباح الرضا. الله يسعدك، صباح الرضا بك أيضا. الله يا رب دائما نكون راضين ونكون سعيدين كل البشر على كل هذه الكرة الأرضية. هلا وسائل التواصل الاجتماعي لغة موجودة لا نستطيع أن نهملها أو نتجاهلها. لماذا نتحدث عن هذا الموضوع؟ ما هي أهمية الحديث عن هذا الموضوع باستمرار؟ تمام، لما يكون سكان كوكب الأرض عددهم أكثر من 7 مليار، نصفهم لديهم وسائل تواصل اجتماعي واحد. صحيح. نصفهم. لما يكون الأردن 2017 إحصائية يعني دراسة حقيقية تقول أنه عندنا 5 مليون حساب فيسبوك بس فيسبوك، 5 مليون حساب فيسبوك، هذا مش ولسه يطلع لنا ناس يحكوا لك شو أهمية هالوسائل التواصل، ولما يطلع هيك مسؤول ينزعج شوي يحكي لازم نوقف الفيسبوك، ولما يجي أحد يحكي لك والله ما احنا عارفين هذا جيل الفيسبوك شو عمل. جيل الفيسبوك عم يخربط المشهد كما يشاء ويعيد ترتيبه كما يشاء. فلازم احنا نحاول ندرك مع بعض ونعرف انه الموضوع لم يعد ترفا ولم يعد ولا تسلية. أبداً. الموضوع قادر على ان اذا اشتغلنا وقدرنا نصحصح له ونعرف كيف نتعامل معه قد انه يعطينا نقلات نوعية حضارية. نعم. او يرجعنا نقلات نوعية حضارية إلى الخلف. أيوة. فإحنا لازم ننتبه على الموضوع. فلما نقول 5 مليون حساب فيسبوك في الأردن معناته أنه نعيد النظر مرة ثانية أنه الناس عم تتواصل مع بعض بشكل سريع جدا، لم يعد هنالك حمام زاجل ولم يعد الحج على ظهر البعير شهر رايح وشهر جاي. أيوة صحيح. العالم يتفاعل مع بعض على مستوى الثواني في كف اليد الواحد. هذا هو نسمي القرية الصغيرة، كف الصغيرة الآن لم يعد القرية الآن غرفة صغيرة. والله فعلا غرفة صغيرة. نعم. يعني صار الموضوع. إحنا إذا إحنا عم نحكي عن شيء إذا لا يمكن خلص، يعني بدنا نستسلم لفكرة، إذا ما جاز تعبير استسلام لفكرة إنه هذا أمر واقع. نعم. إلغاء حجب، بدنا نخلي أولادنا يبعدوا، بدنا إحنا نبعد، ما في هاي لغة لابد أن نستخدمها. هل لها أضرار أستاذ خليل؟ يعني زيها زي أي شيء، لما طلع التلفزيون قالوا إنه له أضرار، يعني أول ما طلع حكونا المفسدون، طلع الراديو حتى. ما في فتنة في آخر الزمن إلا تدخلوا وقالوا هذا التلفزيون. والستلايت أول ما طلع كانوا الناس يستحي يحط على ظهر البيت والستلايت، كانوا يحطوا على ظهر الجيران. صحيح. ويمد سلك بالعقل اللي عندهم. صحيح. والقنوات الفضائية بالضبط. وصارت تطلع علينا مؤلفات الإطباق. على الأطباق، ومن هذا الحكي والمانشيتات اللي هي كانت سبب تخلفنا وتراجعنا 20,000 سنة وراء. الآن هل له أضرار؟ أبدا، ليس للفيسبوك أضرار بالمطلق مرة ثانية. طبعا. ودائما أحكي الحمد لله أنه إحنا جيل وجدنا في زمن وسائل التواصل الاجتماعي. والله أنت طبعا حابب الفكرة. هذا الانفتاح إحنا في الزمانات كانت التصريحات والأفكار مرهونة إما بالتلفزيون الرسمي أو بعض الأسماء اللي تطلع على المنابر الخاصة أو الرسمية. صحيح. غير هيك الكل متلقي ويهز براسه. الآن مع هذا الانفتاح أصبح الجميع يقول رأيه. صحيح. يعني قبل فترة في بداية رمضان لما أصدرت وزارة الأوقاف أنه لازم يكون في 20 ركعة. صحيح. أنه هذا رأي فقهي. الحلو في الموضوع وين؟ أنه في كثير ناس صاروا يبدوا وجهة نظرهم. نعم. ناس يناقشوا الموضوع، ناس يثبتوه، ناس يخالفوه، ناس يعارضوه، وتكتب مقالات في الموضوع، ناس يطلعوا فيديوهات. صحيح. هذا دليل على أنه في فكرة وفي فكرة مقابلة. على أنه هذه المساحة من الاختلاف أسهم وسائل التواصل الاجتماعي بوجودها، وأسهم وسائل التواصل الاجتماعي في زخمها. فليس هنالك أضرار في ذات وسائل التواصل. أعتقد أنه الشخص هو اللي بيصير مسؤول عن ما يقدم له عبر وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا. يعني أنا نفسي فلتر نفسي فيما يقدم لي. نعم. عبر وسائل التواصل الاجتماعي، زي بالضبط اللي بيروح على مكتبة، هو حر شو الكتاب اللي بده ينقيه. صحيح. صح ولا لا أستاذ خليل؟ طبعا صح. وبالتالي أيضا هو حر أي وسيلة. نعم. تواصل أو أي مصدر أو أي شخص يتابعه على وسائل التواصل يعني الاجتماعي. هذا العقل المرتجف لا يبني حضارة.
هذه عقول مرتجفة، كل ما تحكي عن قضية موضوع صار جديد تلقاه خايف منه، كل ما يجي عنا إيش جديد نخاف منه، متى نبلش نستفيد منه؟ بعد ما الناس تنساه والكون يحطه وراء ظهره. تماما، كل قضية تجي علينا نكون خايفين منها. مجموعة من شيوخنا اللي نحبهم ونحترمهم ذات زمان، نفسهم اللي طلعوا علينا وحكوا هذا الستلايت حرام والتلفزيون ديروا بالكم منه أبصر شو، نفسهم الآن عم يعبوا ملايين وعشرات الآلاف من الدنانير من وراء برامجهم الفضائية. صحيح. طب يا جماعة الخير، يعني بس تستفيد منه يصير منيح، ولما أنت مش مستفيد منه صار هو سيء؟ إذن الحمد لله أن في زمن وسائل التواصل الاجتماعي. هل له أضرار؟ لا، لكن الاستخدام زي أي إشي. طبعا حيطلع لي هلا واحد، هلا حيطلع لي واحد يحكي لي طب لو ما كان له اضرار ما عملوا وحده جرائم الكترونيه؟ نحكي له عادي، في اداره السير في وحده كامله عن موضوع الحوادث السير. شو رايك نبطل نركب سيارات؟ صحيح. واذا قرصتك نحله تبطل توكل عسل؟ صحيح. لا، بدنا ناكل عسل حتى لو قرصتنا نحله، بدنا نعرف نتعلم كيف نتعامل مع الاشياء. وعلى فكره هلا عم ببنوا شيء، انا متاسفه ولكن عم ببنوا شيء اسمه ادبيات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. لانه برضه عالم جديد عم بيبنوا له بالتوازي شيء اسمه ادبيات التعامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني لساتنا عم نتعلم. في اطاريح ماجستير ودكتوراه الان عم تعمل عن هذا الموضوع، في اخطاء موجوده وفي اشياء صح كثير موجوده، لازم نتعلم كيف نتعامل معه بتوازن ونستفيد منه، كيف نكثف الخبرات. قبل فتره قبل ما يتم يعني ما صدرت اراده ملكيه بتعيين الرزاز، هو كيف تفاعل مع الشعب من خلال ايش؟ من خلال وسائل التواصل. لما عمل تدوين تويتر وعمل على الفيسبوك وصاروا الناس يتفاعلوا معه، بمجرد انه نزل انسحب قانون الضريبه من خلال وسائل التواصل بفيديو قصير ليلتها ما حدا نزل على الدور الرابع. اذا من خلال ايش الناس عرفت؟ وخلال تواصلت والناس صارت توزع على بعضها وسائل التواصل الاجتماعي. نعم صحيح، منصه ومهمه جدا. نعم. على مستوى العلاقات الاجتماعيه الناس دائما بتقول لك يعني احنا بطلنا نشوف بعض نعيد على بعض وجها لوجه، صرنا نبعث رسائل تواصل عبر الواتساب، عبر الماسنجر وغيرها. شو رايك من ناحيه انه احنا زمان يعني كان الجار ما يستحي انه يدق على الجار بالعيد، احنا بالعيد يعني، ويقول له كل عام وانت بخير، هلا ابهاتنا واهالينا واخواننا عم نبعث لهم واتساب ما بنشوفهم. لا، وما زلنا ما نستحي، ولكن الفكره وين؟ لا، ما نستحي نروح عليهم يعني عشان نكون عباره واضحه. لانه عيد. بس الفكرة وين؟ إنه ما نقدر نحكي قبل والآن، لأنه العدد الآن عدد الناس كثير كبر، ومرات لما تروح على بعض المناطق اللي أنت زرتها قبل فترة فتجي وتشوف حجم البيوت اللي صارت قريبة من بعض، تحكي معقول اللي كان في بيتين بهاي المنطقة صار الآن في 50 بيت؟ صح. كل بيت الآن طلع منه 6-7 بيوت صاروا حواليه. تمام، فإحنا شو نقول الآن بما أنه العدد كثر؟ فهذه وسائل التواصل ريحت من الممكن أنت ما تقدر تلف على الناس كلها ولا تقدر تلف على كل المحافظات. صح. ولا تقدر تروح على كل مكان. الاتصال عم يغني ويجزي، الرسالة عم تغني، بس بشرط الرسالة ما تكون سيلكت اول تبعثها لها القائمة عندك، واللي لحقوا رصيد واللي لحقوا رصيد اج وصلته الرساله، واللي خلص الرصيد الورد عنده اللي بيطلع منها كل عام. تمام، هاي للكل، ولا انت عارف ولا مين انت بعثت ولا مين اخذت. لما بس بشرط تكون مقصوده لفلان، اللي زي كانك عم بتجيب هديه خاصه لحدا. بالضبط. تكتبها بكلماتك الخاصه. تماما. وبتبعتها باسم المرسل. نعم. اليه وبتحط اسمك عليها. صحيح. انا فعلا هاي الرسائل الجاهزه المبنيه للكل. تماما. فيها شيء من الاستسهال. صحيح. او يعني صحيح. كانه هالشخص ما بهمك اللي عم تبعته. عشان هيك احنا لازم نعيد النظر مره ثانيه ونحكي هذه الوسائل كويسه. بالعكس قربت العلاقات وما قطعت الارحام وسائل التواصل، ولا خلت العلاقات جافه ولا بارده، خلت العلاقات افضل وخلت العلاقات اوثق وخلت الناس تعرف بعض اكثر وخلت في راحه في التعامل والتواصل مع الناس. الان الواحد لما يكون عنده عرس كان لازم يسوي له 1000 كرت ويلف على الناس كلهم. صحيح. ابدا الان صار يعمل له 100 كرت بس للناس اللي ممكن انه مثلا يعتبوا عليه، والبقيه يعمل جروب للعائله وتبعث لهم والتفاصيل كلها تصير من خلاله. كم جروبات الواتساب الان عم تحل مشاكل في الشركات والمؤسسات وكذا، ويتواصلوا من بين بعض. شوف ما احلاها هاي. لازم انه احنا نطلع على هذه الاشياء انها نعمه واشياء اجتنا علشان نستفيد منها وعلشان نقدر نبني حضاريا ونبني هذه الاوطان بشكل جميل. بدي اضيف بس معلومه صغيره انه حتى القراءه اصبحت افضل. القراءه اللي كنا احنا العرب متهمين انه احنا ما بنقرا، في احصائيات عم تقول انه احنا عم نقرا بسبب وسائل التواصل. عشان هيك لازم نترك بكائيات الكتاب الالكتروني والكتاب الورقي. ما دام
خلص. في قراءة خلاص الكتاب نقرأها عن بروجيكتر بالضبط، عشان لازم نعيد ونأسس. وفي قضية كثير مهمة إذا سمحتي سمر لازم نشير إليها سريعا حاضر، اللي هي فكرة الإساءة الشخصية. بس أوقف هنا 30 ضروري أوقف عن هذا الموضوع. نحن للأسف كل ما يصير عنا قضية معينة أو شخص يقول وجهة نظر أو يستلم منصب جديد، إحنا نذهب للقضايا الشخصية ونتعلق عليها. اغتيال الشخصية. كل الأمم تفحص حضارتها إذا كانت تناقش الأفكار بعيدا عن الأشخاص. وليس الأشخاص. وليس الأشخاص. رائع. كل ما ناقشنا الأشخاص كل ما نزلنا حضاريا. رائع. كل ما ناقشنا الأفكار كل ما طلعنا حضاريا. رائع. فلازم نعيد النظر مرة ثانية. رائع. نركز على الأفكار. جلالة الملك حكى ليس هناك شخص أفضل من شخص إلا بالإنجاز. تمام. انتهى الموضوع. يعني أتمنى إنه كلمة هذه الكلمة لا تكون شعارا فقط. تماما بس إننا نأخذها في الميدان ونتعامل فيها. تنعكس على سلوكنا حقيقة. أستاذ خليل الزيوت شكرا جزيلا لك على وجودك معنا هذا الصباح.